ثم إذا كانوا مضطرين إلى مأوى يويهم ولا حصن تحصنون به ولا مأوى ولا حصن إلا الجبال لنا جبل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف وهو كاهل فما ظنك بانبعاث خاطرهم إليها ثم إذا تعذر طول مكتهم في منزل ومن لأصحاب مواشي بذلك كان عقد الهمة عندهم بالتنقل من أرض إلى أرض من عزائم الأمور ولذلك قال الناظر لولا الهوى لم تكن أقداما على طلل ولا أردت بذكر باني والعنم ولا أعرضك توبة عبرة وظلل بذكر الخيام وذكر ساكن الخيام فكيف تنكر حبا بعدما شهدت عليك عدود الدمع والسقم معنى هذا البيت لولا الهوى لم تكن أقداما على طلل لولا محبتك وهواك لما بكيت على آثار ديار الأحباب وما ذهب نومك بذكر أشجار الموادي وجبال المنازل في البيت من البديع الجناس الشبيب المشتق في قوله لم تلق وأرقت كما في قوله تعالى إني لعملكم من القالين هذا البيت ديال الناظم رحمه الله من الغال من القالين الإنكاء من الاعتراف والحب ضد البغض فما لعينك لولا الهوى لم تلق دمعا على طلب ولا أرقت لذكر الباني والعلم ولا أعارتك توبي عبرة وضنا ذكر خيام وذكر ساكن خيام فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم إلى درس آخر إن شاء الله نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد آمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شرح المردى شرح مفصل لقصيدة المردى للإمام البطيري شرح البردة من إعداد وتقديم مولاي بشير أعمو إخراج حسين الغازي السكن سواء كنت غاديين لمكة المكرمة أو المدينة المنورة غادي تسلموا جوازة السفر ديالكم للسلطات السعودية مكتب الوكلاء الموحد وما غادي يردوهم لكم إلا عند العودة وفي طريقكم ما تنزلوش من الحافلة لأي سبب لوقفات إلا إذا استأذنتم السائق ديالها باش يرد بالو معكم وإلا كنتم متجهين لمكة المكرمة راح التلبية دائما واجب عليكم من الرباط في تاريخ وحضارة بيوت الله بالمملكة إعداد عبد القادر النكادي تقديم عبد السلام زيان توضيح وديع الجن الصوت ديالك راه كيتسمع دابا ها نشوف بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المستمعين الكرام في كل مكان
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مساجد المغرب. وموضوع اليوم جامع الباشا بتطوان. حاضرة مدينة تطوان ذات مناظر مشيدة مرت مرحلتين، الأولى في عهد الأدارسة والموحدين والمرينيين والمعتصمين، حيث عرفت عدة تقلبات فبنيت وهدمت، وكان للأيادي الأجنبية دور في تخريبها حين أغار أسطول قشتالة سنة 400,000 ميلادية فخربها وبقيت خربة نحو 90 سنة. وقد تسبب هذا الاعتداء في ضياع جل المعالم التاريخية، منها المساجد التي شيدت خلال القرن الثالث الهجري بعد المرحلة الثانية، وهي التي تمتد من أواخر القرن التاسع الهجري وبالضبط سنة 88 هجرية، أي في عهد السلطان محمد بن الشيخ الوطاسي، حيث جدد بناءها المهاجرون من مسلمي العدوة الأندلسية. وتاريخ هذه المرحلة مدون محفوظ، وقد اعتنى كل من عبد السلام أحمد سكيرش المتوفى عام 50,200,000، وأحمد بن محمد الرغولي المتوفى سنة 73,300,000، والشيخ محمد داود المتوفى عام 44,000 في كتابة سجل حاضرة تطوان والحديث عن مآثرها ومآثرها وفي مقدمتها المساجد، وتحدثوا عن علمائها ودارسها والحركة العلمية بها، مما يعطي المستمع صورة واضحة لما كانت عليه مدينة تطوان العتيقة المحاطة بالأسوار من حياة جهادية وعلمية. وقد عرفت حاضرة تطوان في القديم والحديث بكثرة المساجد، فلا يخلو حي أو شارع من مسجد في الصلوات الخمس أو جامع، بل إنها تقترب من بعضها بشكل مرهور. ورغم أن مدينة تطوان القديمة من المدينة فقد اشتملت أغرام ديالوس الإشعاع الثقافي خلال العصور السالفة، وعني جامع الباشا أحمد بن أبي زيد علي الريفي المتربع في الجانب الشمالي من ساحة الفدان بالقرب من دار المخزن. يرجع تاريخ تأسيسه إلى أواخر عام 50,100,000 هجرية الموافق لعام 37,700,000 ميلادية، وهو المسجد الذي كان حكام البلد يؤدون فيه صلاة الجمعة في احتفال رسمي. كان هذا الصرح الإسلامي من أكبر مساجد مدينة تطوان في القرن الثاني عشر الهجري والثامن عشر الميلادي، ويمتاز بموقع خالي عن مواقع باقي مساجد تطوان العتيقة. يقول أحد الباحثين في هذا المضمار، والحقيقة أن أبرز سمة تميزت بها هذه المعلمة تتمثل في الجانب المعماري، وتجلى ذلك في دخول المؤثرات المعمارية الشرقية التركية على وجه الخصوص منذ عهد الباشا أحمد الريفي. هذا في الوقت الذي يسجل فيه استمرار اعتماد نفس العناصر الزخرفية السابقة متمثلة في الاستعمال المكثف للزليج في الجبران و
والجبس المنقوش والخشب المنقوش والمصبوع واعتماد الصباغة على نطاق واسع، إلا أن دراسة الجانب